فن تشيكي. مرحبا يا أطفال، سنبدأ بالقرنبيط. ارسم سحابة هكذا، والساق سهل للغاية، والآن لونه بالأخضر. جميل وأنيق، لونها كلها. القرنبيط صحي للغاية. أخضر فاتح للساق، أضف بعض التفاصيل بالأخضر الفاتح. ها هو القرنبيط، صحي ولذيذ. لنرسم جزرة، شكل سحابة وشكل بيضوي. كم هذا سهل، لونها بالبرتقالي. والأخضر للورق. لا تنسى التفاصيل. هذا يبدو رائع. الأرانب تحب الجزر. جزرة لذيذة. دعونا نرسم بعض الذرة، شكل بيضوي والقشرة في الأسفل. والآن لونها بالأخضر، سهل للغاية. أصفر للبذور، ثم أصفر أفتح، ارسم خطوطاً كهذه لإظهار جميع البذور. بعض التفاصيل. ياي، ذرة لذيذة. ارسم شكلاً بيضوياً كهذا، الأوراق والساق في الأعلى. هل يمكنك تخمين هذه الفاكهة؟ إنها طماطم، لونها بالأخضر. والأحمر. بعض التفاصيل. هكذا تماماً، تبدو لذيذة. طماطم. حان الوقت للرسم البازلاء، مستطيل للورقة ودوائر صغيرة للبازلاء. لنلونها بالأخضر الفاتح.
درجات مختلفة من الأخضر للبازلاء. أخضر داكن لملء الفراغات، التفاصيل مهمة، تذكرها. تبدو رائعة، بازلاء لذيذة. أنا أحب البازلاء، ماذا عنك؟ أتمنى أنك استمتعت. مرحبا يا أصدقاء، اليوم سنتعلم كيفية رسم الفاكهة. ما هي فاكهتك المفضلة؟ أنا أحب الكرز، لذلك سأرسمه أولا. اثنين من الكرز جنبا إلى جنب، يبدو تقريبا على شكل قلب، لكن مستدير قليلا. بعض السيقان والأوراق، كان ذلك سهلا. الآن بعض الخطوط الطويلة للموز، نرسم ثلاثة في مجموعة. التالية هي التفاحة، تشبه الكرز قليلاً مع الانبعاج في القاع أيضاً، وبالطبع أكبر من ذلك بكثير. شكل الكمثرى، نعلم جميعاً كيف يبدو شكل الكمثرى، هل هذا صحيح؟ وشريحة بطيخ، هذا صحيح. نرسم قاعاً متعرج ومثلث في الأعلى مع بعض البذور. أخيراً وليس آخراً، سنرسم عنقود عنب. نبدأ من الورقة المتعرجة والجذع، وبعد ذلك الكثير من الدوائر بجانب بعضها، هكذا تماماً. ها هي، وقت التلوين. أوه، سنلون الأوراق بالأخضر والأحمر. هل تحب الكرز؟ أنا أيضاً. جميل، التالي سيكون الموز. أصفر، لأنه سيكون موز ناضج وشهي. هل حاولت الحصول على موزة بالعسل؟ إنها لذيذة، خاصة في شطيرتين. البني لنهاية الموز والساق. الآن أخضر لأوراق التفاح والأحمر للتفاحة. بالطبع يمكننا تلوين التفاح بألوان مختلفة حتى تتمكن من اختيار اللون الذي تحبه، لكننا نلون التفاح الأحمر للعصير. حان الوقت لتلوين أوراق الكمثرى. نلون الكمثرى بالأخضر الفاتح. لون بحذر بين الخطوط. وانتهينا، ها أنت ذا. التالي هي شريحة البطيخ. أوه، لذيذ، أحب أكل هذه في يوم صيفي حار. الأخضر للحافة. أخيراً وليس آخراً، سنلون عنقود العنب بالبنفسجي، وللعنب ألوان مختلفة أيضاً، أحمر، أسود، أخضر فاتح وداكن، حتى تتمكن من اختيار المفضل لديك. أنا أحب الداكن أكثر لأنه لذيذ. المزيد من التلوين، والآن لنلون الورقة. يا لها من ورقة جميلة. إذا كنت قد استمتعت بالرسم وتلوين هذه الثمار، يمكنك الذهاب إلى المنزل. لماذا لا تحاول مشاركة الفيديو ليتعلم غيرك؟ حظاً سعيداً. أهلاً يا أطفال، استعدوا لتكونوا مبدعين، لأننا سنرسم ونلون فن الأظافر. لنبدأ برسم مربع والأظافر والأصابع. لنفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر. رائع، لدينا صفان من الأصابع أمام بعضهما. لنرسم التصميمات الآن، قلب بخطوط ثم نجم. لنرسم مثلثات لهذا.
زهرة صغيرة لطيفة. ولهذا بعض الأمواج. وللأخير خطوط متعرجة. والآن نلون الأحمر للقلب، الأصفر، أزرق، أخضر، وخطوط وردية. بعض الوردي هنا أيضاً، ونجمة صفراء، واللون الأرجواني للباقي. ابدأ باللون البنفسجي للمثلث، ثم أخضر. لماذا لا نستخدم الأزرق أيضاً؟ أصفر، وأخيراً بعض الوردي. رائع! التالي الخطوط المتعرجة. لنبدأ بالأخضر، بعض الوردي، وأخيراً بعض الأصفر. والآن خط أصفر متعرج، أحمر، برتقالي، أزرق، والأخضر، وآخر واحد هنا وردي جميل للزهرة. خلفية صفراء. بعض الأحمر والأخضر للخطوط، والأزرق لمنتصف الوردة. دعونا نلون الأصابع بلون الخوخ. واو، إنه يجعل الأصابع تلمع. ألم تستمتع بتلوين هذه الأظافر؟ أيهم المفضل لديك؟ أعجبتني الممتلئة بالمثلثات، وكذلك ذات القلب والنجمة والخطوط المتعرجة والأمواج. أعتقد أني أحبهم جميعاً. نوشك على الانتهاء. ها هي أظافرنا الملونة. وداعاً. مرحبا يا أطفال، هل أنتم مستعدون لرسم بعض الأشكال؟ هيا نبدأ. ارسم دائرة ثم مثلث. نعم، عظيم. هل يمكنك تخمين التالي؟ إنه قلب. والأخير مربع. ألم يكن الأمر سهلا؟ حان الوقت لمنح أشكالنا وجوها سعيدة. ارسم العيون ولون الأشخاص، وضع ابتسامة صغيرة لطيفة. وجه لمثلثنا، ولا تنسى الحاجبين. التالي وجه للقلب. والمربع أيضا، ألا تبدو لطيفة جدا؟ بعد ذلك دعونا نعطي مظهرا أنيقا لجميع الأشكال. قمنا بعمل رائع. والآن يأتي أفضل جزء يا أطفال، التلوين. لون أصفر مشرق سعيد لدائرتنا. دعونا نستمر على هذا النحو.
هي دائرتنا، تبدو رائعة. دعونا ننتقل إلى مثلثنا، لون أخضر فاتح. لنبقى ضمن الخطوط، لطيف وأنيق. ها هو مثلث مرحى. ننتقل إلى القلب، اللون الوردي سيبدو رائعا، ألا تعتقد ذلك؟ دعونا نلون ونلون ونلون، ألا تقضي وقتاً ممتعاً؟ وانتهينا، إنه قلب. أخيراً دعونا نستخدم البرتقالي للمربع. نحن على وشك الانتهاء يا أطفال، رسمنا يبدو رائعاً، إنها صورة ملونة سعيدة وأيضاً طريقة ممتعة لتعلم أشكالنا. لقد انتهينا من المربع، ها هي جميع أشكالنا. أتمنى أن تكون قد استمتعت، أراك المرة القادمة. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.